هاد الطريقه هادي دابا هنا ما باينينش الحدود في هادي بزاف هذه كاينه مع الطريق ولكن راها مع هاد الطريق هذا باينه واخا من لهنايا طالعه مع الزيتون هي مع الزيتون دابا شاد هاد الارض هادي كامله دابا هي طالعه مع هاد الطريق ديال الطوموبيل يلا بسم الله ها اي لا يا باين طالع يمكن على الطريق داكشي الطريق هنا راه مكاين من طالع حتى واحد ديال هادي من هضر المهم مسائل باينه حتى هادو الناس اللي حدانا راه عارفين الحد حتى هما كيحفروا راه وصلوا للحد ديالهم حبسوا حبسوا حتى هما ما كاين لا مشكل من الناس هنا كلهم زعما الناس ناس طيبين زعما الحمد لله داكشي اللي هو عمرنا ما كاين هنا شي مشكل مع شي واحد الاخر هذا هو الجيران ديالي هذا هو داكشي الطريق راه باينه الحدود ما مطراسينش لا الحدود ما مطراسينش ولكن كما قلت لك راه الطريق الطريق باين كطاحين مع هاد الحجر هذا هما غادي بحال هكا دور واحد شويه وكتعاود تمشي حتى في الكاغيط ديالو راه داير لحد الطريق داير لحد الطريق باينه ماشي باينه دابا بالنسبه للحد ديال الطريق غتمشي من هنا باش يكون عند الجيران عارفين الحد المحترم صافي راه يكون عند العبره في شحال بالك تحركت تضرب العبره وكيبان لك واخا المحله راه كنت مخطط الحجر ما فيها شيء زعما شي حجر سهل سهل هاد النحل ديالكم السي علي ولا غير محطوط؟ لا محطوط واحد السيد داك النهار جا عندنا ديك البنيده محطوط محبوس ماشي مشكل حنا الناس هنا الناس صراحه كل التعامل ما كنلقاوش المشكل مع الناس وعاود حتى شي واحد ما عمره ما لقى معنا شي مشكل الحمد لله كلشي مزيان هادشي مع الناس اللي مزيانين ها تبدا راه كاين اللي كيشدو يعني يحطو بالعالي ياك لان راه فيه الدو هو الى عندك غير اجاج اجي نضرب دويره واحد نمشيو كامل غير زيد يلا نضربو دويره ونجيو بحالنا اجي تشوف دابا الحد هي طالع على حساب الزيتون اخي عليك حط عليه قرمزه ها مرزاق مرزاق انت دابا ها مرزاق اخي رضوان يجيب الرزق اخي امين اللهم يسر ولا تيسر الله فين ما سبحان الله مشيت انا دابا من هنا اخي علي هذه من هنا صافي ما هي من الطريق لهنا زنيه ني الطريق راه دايزه فوسط منها ماشي على الحد ديال الزيتون شحال كاينين ديال القطارات سبعه
فايت سبعة. فايت سبعة. راكول طالعة بثمانية. ثمانية. هاد البليسة ما كنتوش عبرتو الماء؟ ما كنتوش عبرتو الماء هنا؟ يا جا واحد السيد ما عرفتو شنو كان دار مع التينيس، كان انا واحد البومبا كانوا جربوا البير زعما مسائل مزيان وخلاص دابا راه فين كان دار معاه باش يسقي شي طلع عندو هذاك غادي يسقي شي 10 دكتارات ياك جرب البير شاف القضيه مزيان و10 دكتارات اللي غادي يسقي بها بداك بهاد البير اللي عندكم هنايا الحمد لله الماء موجود اللي كان كيحفر النار كيبقى كنقلي وليد تبارك الله مع دابا كان كيحفروا واحد البيته طاحوا في واحد الحجره ما عرفتش اسمي ديالها بالضبط المهم كانت قاصحه مع داك كيضربوا واحد الوقيته وهي ديك داك الراس ديال الصندا هبط بقى يهبط عاد القاعده دابا هذه عاد لقى الحد بحال هذاك الشيء كله ما تبارك الله بحال الواد هذاك ودايره بالحجر تما لا سبحان الله واد كبير بقات هابط شحال حتى واحد الوقت قال صافي داك الكابل غادي يتقطع ولا شي حاجه ومشى الحمد لله شوف هاد الشعير لا اللي الفوق اسهل هذاك لا غادي من هنا كاين واحد البليصه شي حد هاد بلاتي حد الزيتون اييه هنا واحد شويه هاد المثلث ماشي ديالنا كنبقى ديال واحد السيد حتى نقول لك شو سميتو هاد شويه غير من لهنا لحد عاد عندك الشوكه اللي غاور غادي ني تما هاد لا بحال هكا لا ماشي غادي بحال هكا تقريبا وغادي لها اي واحد الفرماج نيت دابا نجيب لك واحد لوفيرا عندنا بين داكشي بالحصان بينها كامله ان شاء الله بالمياتر بكلشي داك السيد اللي علاه هضرنا هي ديك الدويره ديالو قبيله والله ما نعرفش هاد لا يمكن موراها والدخله ديالو هو الدخله ديالو تراك الاخر كبور بحال هكذا من هنا وعاد هاد كدور تراك وهذا الشيء دابا عاود دابا هذه اللي محروسه كامله اييه هذه اللي محروسه كامله وهذا العزف عاوتاني هذا الشيء اللي محروسه هذا الشيء دابا غادي مع الحرس طاير عاوتاني هذه اللي فيها حتى لذاك السهب الليل حتى للدار تقريبا قبل من الدار قبل من ذاك الجرده هذه ما مطوعاش ولكن ما فيهاش الحجر فيها غير الدم وهاد القد ثلاثة غير هنايا مازال ما مطوعاش مازال ما مطوعاش ها حتى هادي مطوعه ناضيه بزاف فيها مازال شويه شي قديمه شي ولكن هادشي دابا ساهل هادشي غير غير حجر هكا داكشي غير الحجر كاع الا غير باليد ولا هذا شي دامه واحد هادي ما ديرش فيها حتى يومين يخلي الحجر الجيل دابا زعما الحجر الكبير داكشي زعما ما كاينش هو هذا البير؟ لا هذا دابا قبل ما نشريوها كان مولاها بغى يبدا كاريان ولكن ما دار غير واحد شويه غير شويه الخير ديال البلاد تبارك الله غير حفره صغيره كانوا يلاه بداو صح غير قليل يمكن غير داك غير كي دابا كاين عاود هذه هنا اللي ماسكه عاود حتى هي راه غادي غادي تلهى
قريبه للمنزل غتكون كاع 3 كيلومتر. لا لا ها ما تكملش كيلومتر. كيلومتر 200 متر بالضبط. كيلومتر 200 هذا اللي ما مطوعش دابا هاجر مازال راه تهضر على الطريق تاع الشرف تاع الشرف. البير عندها في الراس خالي وهذيك اللي ما مطوعاش في الجنب الاخر هذيك اللي لها ها يا اخصها غير شويه ديال الخدمه وتبارك الله الارض ديالها التراب كحل ها التراب التراب ديال الفلاحه. مره كنبداو نديرو فيها شي مسائل بحال القماح والفوق شويه عاود تبارك الله داكشي كنطلع تبارك مازال خام كنا كنبداو كنعطيو لشي ناس هذا ما كاين لا لانكري لا والو كتجيهم لا لا ارض مبروكه مجموعه تبارك الله ها الطريق راه محدوده ياك راه هي ديك اللي قبلت ماشي راه شتا بلاص ما كنت زناك كنا ندوزو من الاخرى راه كتوصل حتى حتى لعندها هادي شاد عاود من القنص ديال الزيتون له ياك علي داك الزيتون ماشي من داك الزيتون كاين تقريبا واحد 30 متر من الزيتون لهنا هذيك ماشي ديالنا عاود شاده من هنا راه حتى حتى لتحت داكشي هذيك اللي وريت قبيله في داك الساعه راه هي ديك تحت من غير عاوتاني واحد شويه من هاد الجهه راها باينه حتى راه باينه هذيك راه مطوعه هذيك اللي مطوعه هنايا كاينه هذيك ماشي ديالنا. المهم واحد تقريبا واحد 30 متر من هاد الجهه وواحد 30 متر هنايا هذيك جات في القنت ما ضراش في القنت هادي هنا اللي حتى هادي ما ضرش ديالنا وحتى هذا راه كان باغي يبيع الوالد راه قال كان يا هو راه باغي يبيع فين محطوط داك الحجر فين محطوط داك الحجر هنا لا لا قبل قبل دابا فين محطوط داك الحجر اللي تما راه كاين تما واحد السعد تما حبس البلاد وغادي شاد هذا داك الحويط اللي له اي راه الحد هو الحيط غادي لا هنايا ما كاين الحد باين ما كاين فيه حتى شي انت راه في الحد هو اللي طلع الحد باين ها انت يلا نشوفوا نهار كبير اخي علي مدة هادي ما شفناك حتى انا دابا غير سيمو ياسي صافي ياه ايوا مزيانه الطبيعه مزيانه كان شي شغل ولا شي هذا كتجمع السويك ديالك وتمشي تغبر على داك الشغيل وتعاود ترجع وتجلس في الدار ايوا احسن حاجه بيطات المنزل الا كان شي قهوه خفيفه شي قهوه انت حتى من هاد الجهه يمكن غادي بالحجر ياك في كاي توفاق بما يكمل ايوا الله يرحمه ويوليه بالبت ايوا
ولكن زعما حتى ما راه حتى دابا زعما الا مشيتي عندهم لان انت كتشوف ما كيخدموها ما والو حتى هما يبيعوا على شحال كان القاو الماء هذا فيه شي كدا 70 متر كدا 70 وفاش كانوا كيقلبوا على الماء كانوا كان هذا قال له راه كاين الماء حتى لتحت عاود كانوا لقاو الماء كانوا كيقولوا واش يحفروا هنا واش يحفروا لا يسقوا يحفروا هنا الله الماء نصف ولكن حتى الاخر زعما داك اللي كان كيقلب على الماء قال له حتى هنا راه كاين ها هو البير هنا هو هذا راه مشدي له القدس ياه صافي خليها راه باين واحد البومبه ما عرفتش يمكن واش عاودوا حيدوها يمكن الى عاودوا حيدوها سبعين متر راه الماء مخير على سبعين متر زعما راه لا الحمد لله زعما موجود ها هو راه شي هذا الحكايه علينا اللي غير فاش كانوا ركبوا هذه كانوا جربوا شحال هو داروا له الساقيه ديال باش كيجربوا يطلع 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 صافي وفيها نيت داك السيد هذا كان قالوا صافي يستغل البير راه تكون 8 د الكتار اصاحبي داكشي 8 داكشي راه لان انا عاد في هذه القضيه هذيك ما حدو زعما المسائل مازال ما باينينش نقص شويه كتنقص شويه احسن ما تزيد داكشي تقول عند بنادم راه عندي القد قد في الخير كيجي اللهم نقص وديك الساعه المهم نيشان غير كتشد العبار وداكشي هذا راه قلت لك فاش تكون زعما شي حاجه زعما وصافي ونتوكل على الله باش نبيعو هذا راه حنا غادي نديرو لها لوفي والمسائل ويكونوا يكون العبار مضبوط مضبوط ان شاء الله الرحمن الرحيم ماشي غير والله ما يسير ولا تسير الله يسهل.